بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وسائر المرسلين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البابطين الثقافية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إعراب القرآن الكريم. في حلقة اليوم نبدأ بترحيبنا بالدكتورة أسماء رفعت شهاب ضيفتنا الفاضلة. أهلا دكتورة أسماء. أهلا. في هذه الحلقة نحاول مشاهدينا الكرام أن نعرب آية من آيات سورة النور، الآية 40 من سورة النور، والتي تتصل اتصالا وثيقا بالآيات السابقة عليها. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دكتورة أسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. نعرف هذا المقطع من الآية الكريمة. طبعا كما تفضلت فإن الآية متصلة بالآية السابقة، وأو عاطفة، ونحن في سياق عطف. أو كظلمات، كظلمات هنا الكاف حرف جر، وظلمات اسم مجرور بالكاف، وشبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أو أعمالهم كظلمات. نعم، كما ورد في السياق السابق أعمالهم كسراب بقيعة. نعم. أو كظلمات في بحر لجي، في حرف جر، وبحر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت لظلمات، كظلمات في بحر لجي. لجي نعت لبحر. نعم. مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يغشاه موج، يغشى فعل مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب أو جازم، علامة الرفع هنا مقدرة منع من ظهورها التعذر. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وموج فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هذه الجملة جاءت أيضا لتصف بحر. نعم. إذن معنا نعت ثان لبحر. نعم. الجملة في محل جر، هو بحر لجي ويغشاه موج. نعم. نعت مفرد ثم نعت جملة. جملة. يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه من حرف جر، وفوق اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، موج مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة في محل رفع نعت لموج. نعم. موج من فوقه موج. من فوقه سحاب. نعم. من فوقه أيضا شبه جملة كشبه الجملة السابق، وشبه الجملة هنا متعلق أيضا بخبر محذوف مقدم، وسحاب مبتدأ مؤخر، وهنا الجملة في محل رفع نعت لموج الثانية. نعم نعم. إذن موج الأولى نعتت وموج الثانية نعت، والبحر نعت بنعتين. الله أكبر. دكتورة أسماء، على هذه النعوت المتعاقبة المتوالية التي هي سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم، ما السر في هذا؟ نتعرف على ذلك معا، ولكن بعد فاصل قصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. يا الله، هذه الأوصاف المتتابعة التي شرحتها لنا وأعربتها لنا دكتورة أسماء في المقطع السابق من الحلقة تذكرني بما كتبه أحد الباحثين الفرنسيين الذين شرح الله صدرهم للإسلام، وسئل: لماذا دخلت هذا الدين؟ قال: لأني قرأت هذه الآية، هذه الآية الكريمة التي تصف الأمواج بعضها فوق بعض. هذا أمر لا يمكن أن يعرفه الإنسان العادي، حتى أنه لم يكتشف إلا في منتصف القرن العشرين حينما بدأت الغواصات في اكتشاف حركات تيارات المياه في الأعماق. ونحن نعرف، ننظر إلى البحار فنرى الأمواج على سطح البحر، الأمواج التي نراها أمام عيوننا، لكن في البحور العميقة خاصة في المحيطات هذا لا يظهر، في البحور الضيقة المدى مثل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في منطقتنا العربية والإسلامية، لكن في المحيطات الكبرى كالمحيط الهادي المحيط الأطلسي توجد عدة طبقات من الأمواج، طبقات من الأمواج، طبقة في السطح، طبقة في الوسط، طبقة في العمق، هناك أمواج في عمق البحر. من أين كان لمحمد بن عبد الله أن يعرف هذه الأمواج التي يغشى بعضها بعضا؟ لا بد وأن يكون هذا القرآن من لدن عزيز حكيم عليم. نستكمل معا مشاهدينا الكرام إعراب هذه الآية الكريمة مع دكتورة أسماء رافت. دكتورة أسماء، هذه الأمواج التي بعضها فوق بعض والتي يعلوها السحاب، وهو مشهد غير مألوف في المنطقة العربية أيضا، مشهد لا يمكن أن نعرفه أو أن يعرفه الإنسان إلا في بحر الشمال. هذه التركيبة تؤدي في النهاية إلى ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده، الحديث عن الكافر طبعا، لم يكد يراها. ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي ظلمات أو هذه ظلمات، وهذه الجملة تفسر كل ما سبق، فنحن أمام جملة تفسيرية. نعم. بعضها فوق بعض، نحن أمام مبتدأ آخر، مبتدأ جديد. بعضها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بعضها فوق بعض، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بخبر محذوف، خبر المبتدأ. فوق مضاف وبعض مضاف إليه. هذه الجملة الجديدة المكونة من مبتدأ وخبر أيضا في محل رفع نعت لظلمات. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. نعم. ستقتحم الآن الآية جملة شرطية للبيان: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، يتضمن معنى الشرط خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو متعلق دائما بالجواب. إذا أخرج فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة في محل جر مضاف إليه إلى إذا. إذا أخرج يده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء مضاف إليه. إذا أخرج يده لم يكد، جواب الشرط. لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ويكد طبعا تحتاج إلى اسم وخبر. اسم يكد ضمير مستتر تقديره هو، لم يكد يراه، خبر يكد هو جملة يراه، فعل مضارع مرفوع علامة الرفع هنا مقدرة منع من ظهورها التعذر، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والهاء مفعول به، والجملة كلها في محل نصب خبر يكد. الجملة الشرطية هنا من الممكن أن تكون اعتراضية، من الممكن أن تكون استئنافية، من الممكن أن تكون بيانية توضح مدى هذه الظلمات. نعم.
شكرا دكتورة أسماء. نستكمل مع المشاهدين الكرام إعراب هذه الآية الكريمة ولكن بعد فاصل قصير، فانتظروا. من جديد نعود إليكم مشاهدينا الكرام لنستكمل إعراب هذه الآية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الواو عاطفة ويجوز أن تكون استئنافية. ومن اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لم يجعل يجعل فعل الشرط، وهو هنا مجزوم بلم، وقع بين جازمين من الشرطية ولم، مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. له جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل. نورا، نورا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جواب الشرط: فما له من نور. نعم، وقع جواب الشرط مقترن بالفاء لأن الجواب تصدر بالنفي بما. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وله شبه جملة متعلق بخبر مقدم، محذوف خبر مقدم. نعم. من نور، من حرف جر زائد يفيد التأكيد، ونور مبتدأ مؤخر، طبعا هو هنا مجرور لفظا ومرفوع محلا، منعت الحركة لاشتغال المحل بحركة مناسبة حرف الجر الزائد. نعم. جملة جواب الشرط في محل جزم، والشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ من، والجملة كلها إما استئنافية حسب تقدير الواو، إما استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. نعم، بارك الله فيك دكتور أسماء، وبارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.